أيضا سيأتيك سؤال ثالث أيضا مرة أخرى، لا تكتب، ليس الآن، سنأتي للكتابة بعد قليل، لكن سيأتينا سؤال ثالث هو نتيجة لكل هذا ويبنى على كل هذا. وأتمنى كل واحد فينا أن يسأل نفسه هذا السؤال الآن: هل أنت سعيد؟ هل أنت سعيدة؟ سأكون جريء معكم وسأقول أن معظم الناس لا يفكرون بهذا السؤال أصلا، لم يتأملوا في هذا السؤال. وبعض الناس لما تسأل هذا السؤال، سامحوني على الجرأة، لن يكون في منتهى الصدق. هل تعرفون متى تتبين حقيقة جواب هذا السؤال؟ عندما يكون الإنسان وحده، عندما لا يكون عنده أي مشاغل، جالس يفكر في نفسه، في حياته، في علاقاته. الذي يتأمل في هذا السؤال سينبني عليه أمور خطيرة ستستقيم حياته. على كل حال، نحن نريد في الذين فكروا سابقا في هذا السؤال أن يشارك بقوة في شرح هذا السؤال للآخرين وتفهيم الناس كيف يعيش سعداء. والذي لم يفكر أريد أن يتوقف ويتأمل ويفكر: هل أنت فعلا سعيد؟ حتى عندما تكون وحدك، هل أنت سعيد؟ وأرجوك قبل أن تفكر في الجواب، قبل أن تتأمل في الجواب لنفسك، اسمحوا لي أن أقول لكم أن للناس قدرة سبحان الله غير عادية على التمثيل. الإنسان عجيب، ممثل رائع. نحن نمثل على أصحابنا، الرجال يمثلون على زوجاتهم، الزوجات يمثلن على أزواجهن، وهكذا نمثل. كثير من الناس يمثل أنه سعيد، يضحك ويبتسم، لكن بينه وبين نفسه لما يجلس وحده يشعر أنه يريد أن يبكي من شدة التعاسة والألم. هذا السؤال يا إخواني يا أخواتي منكم وإليكم، أرجو أن كل واحد يتأمل بينه وبين نفسه على هذا السؤال. لو جاوبتم على هذا السؤال للناس قد تخدعوا الناس، ولو سألتكم هذا السؤال وجاوبتوني مباشرة قد تخدعوني، لكن لن ينفعكم هذا بشيء. أنا أريدك أن تفكر لنفسك: هل أنت سعيد؟ هذا سؤال رئيسي، هذا سؤال ينبع من الأسئلة السابقة: لماذا نحيا؟ كيف نحيا؟ ما الذي سننجز؟ وإنما تأمل عميق في هذه الأسئلة، كل ما كانت الحياة واضحة والإنسان يسير وفق مبادئ وقيم وأهداف، كل ما صارت السعادة أعظم وأعلى. وهذا السؤال يعتمد على درجة عالية من الشفافية والوضوح مع النفس، بدون تمثيل، بدون صبغ نصبغ به أنفسنا أمام الناس. أرجو أن الواحد يجلس جلسات تأمل وخلوة ذاتية، في تلك اللحظات فقط يجيب الإنسان على هذا السؤال، ولا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال في جلسة أمام الناس أو في جلسة جماعية. اجلسوا وحدكم بدون تلفزيون ولا تلفون بيجر نقال ولا زوجة ولا أولاد، اجلسوا على الأقل ساعتين، لا تجلسوا خمس دقائق: هل أنت سعيد؟ إيه والله سعيد الحمد لله، ويمشي. لا، اجلس وتأمل في حقيقة ذاتك، في حقيقة تفكيرك، في مدى ارتياحك. اجلسوا ساعتين يا إخواني، ساعتين تسوى أن تتأملوا في حياتكم. تأمل وتأملي في مسار هذه الحياة، أين تتجه؟ أين كنا؟ أين وصلنا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ فكروا في هذا. وفكروا كذلك في السؤال الرابع: هل أنت صادق؟ فورا كثير من الناس يقول: الحمد لله أنا ما أكذب. أنا ما أقصد هذا، حشاكم عن الكذب، لكن أنا هنا أقصد أنك لا تمثل. هل أنت صادق في كل علاقاتك؟ هل أنت صادق في كل ما تقول، أم تخفي أحيانا بعض الحقيقة أو تتجاوزها أو تغطي عليها؟ هل أنت صادق في تعبيراتك، في عواطفك؟ أنا عندي شعور عميق أن معظم الناس سيفشل في هذا الاختبار. عندي إحساس شديد أن أكثر الناس ما فكروا أصلا في هذا السؤال، ما فكروا في هذه الأسئلة الأربع. هذه هي الأسئلة الرئيسية في ترتيب الحياة، في أولويات الحياة، يجب على الإنسان أن يسألها لنفسه. دعونا مع بعض نفكر في هذه الأسئلة، بل دعونا نفعل أكثر من ذلك. دعونا نحاول أن نضع خطة للوصول إلى إجابات صحيحة
وإجابات مريحة لهذه الأسئلة. أخي أختي، ألا ترغبون أن تعرفوا بوضوح لماذا تحيون بتفصيل، وتعرفوا كذلك ماذا ستحققوا في حياتكم، وتكونوا سعداء وصادقين؟ إذا كنتم تريدون ذلك فأكملوا معي. أنا لا أريدكم أن تجيبوا على الأسئلة السابقة، هذه تجيبوا عليها بينكم وبين أنفسكم، تراجعوها باستمرار، تقفوا عندها باستمرار، تتأملوا بها في كل يوم من أيام حياتكم. أنا أريدكم أن تشاركوا معي في خطوات مبرمجة لإدارة الحياة وترتيب الأولويات وإدارة الذات. سنبدأها بسؤال رئيسي، لكن قبل هذا السؤال أنا الآن أريدكم أن تفتحوا الكراسة على السؤال الأول من التطبيق العملي، وأريدكم ونحن سائرون إذا طلبت منكم أن توقفوا الشريط وتتوقفوا أن تفعلوا ذلك فعلا وتجيبوا على السؤال الذي سأطلب منكم في حينها الجواب عليه. إذا كانت لكم إجابة واضحة اكتبوها، وإذا ما كانت واضحة لا تستعجلوا، اجلسوا جلسة تأمل، بل أحيانا جلسات تأمل حتى تجيبوا على السؤال وتكملوا معنا المشوار. عندها سنستطيع أن نطور حياتنا ونطور ترتيب أولوياتنا. ولنبدأ بأول الأسئلة العملية. السؤال الأول، ما هو مجالك؟ لا تغلق الشريط الآن، اصبر وفكر معي في بعض المعاني. سأعطيك مثلا لعله يوضح هذا السؤال بشكل أفضل قبل أن تجيبوا عليه. أذكر مرة في واحد من الشباب دخل عندنا في الكويت إلى واحد من التجار الكبار وعنده مشروع من المشاريع الخيرية لإحدى اللجان الخيرية يريد أن يعرضها عليه، فشرح له المشروع بتفاصيله وبكل حماس جدا، وبعدين حتى يشجع هذا التاجر على التبرع لهذا المشروع قال له كلمتين حلوين. قال له طال عمرك أنت اللي محتاج هذا المشروع. فاستغرب التاجر، قال لماذا يا ولدي؟ قال لأن هذا يدخلك الجنة، هذا طريقك إلى الجنة، فيه أجر عظيم. فضحك الشيخ وقال التاجر يا ولدي هناك 1000 طريق إلى الجنة غير هذا، ما في طريق إلى الجنة إلا هذا. طبعا تبرع للمشروع جزاه الله خير، لكن نبه هذا الشاب إلى معنى. ما الذي أقصده من هذا المثل؟ الله سبحانه وتعالى يسر الجنة لمن أرادها، وهناك 1000 الطرق إلى الجنة. تعجبني كلمة جميلة شرحتها في دورتي عن الإمام مالك، وباختصار تدور حول رسالة جاءته من كبار العباد، يقول فيها للإمام مالك، يعني معنى الرسالة أنك أراك انشغلت بتعليم الناس عن العبادة، فلو انشغلت بالعبادة والتفت لنفسك لعل هذا أفضل لك. وسبحان الله إحنا أيضا تأتينا أحيانا مشاعر، يعني ليش أنا مشغول بكل هذا؟ ليش ما أشتغل بعبادة الله وأتفرغ للمسجد وأصلي وأركع وأسجد وخلاص؟ فرد الإمام مالك الحقيقة برد عجيب، والإمام مالك هو الأعلم، وهو كما تعلمون أحد الأئمة 4 العظام وإمام دار الهجرة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعجبني الرد، خلاصة الرد أنه قال له إن الله عز وجل وزع الأرزاق، والأرزاق ليست الأموال فقط، وإنما يعني حتى القدرات. فمنهم من أعطاه الله سبحانه وتعالى حب العبادة، منهم من أعطاه الله عز وجل القدرة على الجهاد وحب الجهاد، وكذلك العلم أعطي لبعض الناس، ومنهم من أعطي المال وحب الخير للناس. هكذا أرزاق وزعت بين الناس، وكل ميسر لما خلق له. فكما أنك تبغي الجنة بالعبادة، أنا أبغي الجنة بنشر العلم. الله الله، أنت يا أختي تريدين الجنة؟ بأي طريق تريدين أن تدخل الجنة؟ هناك 1000 الطرق. أنا أريدك أن تسألي نفسك هذا السؤال، أريدك يا أخي أن تسأل نفسك هذا السؤال، ما هو المجال الرئيسي الذي سيكون طريقي إلى الجنة؟
طبعا بالإضافة إلى العبادة والعمل الخيري وبر الوالدين وتقوى الله، هذه كلها مشتركة بيننا، لكن هناك مجال واحد رئيسي سيمارس الإنسان في حياته، مجال واحد سيكون طريقا رئيسي إلى الجنة. اختاروا أي شيء، عبادة، فكر، جهاد، عمل خيري، هندسة. طبعا ممكن يدخل الإنسان الجنة عن طريق الهندسة، سبحان الله ديننا عظيم. طب يا سلام، انظروا إلى كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، أشرف علوم الدين الفقه وأشرف علوم الدنيا الطب. إذن ممكن الإنسان يدخل الجنة عن طريق تخفيف معاناة الناس وآلامهم وأمراضهم كطبيب إذا أخلص النية لله عز وجل. اختاروا يا أخواني يا أخواتي، اختاروا مع واحدة من هذه المجالات أو مجالات أخرى، الرياضة، الفن، السياسة، الاقتصاد، إذا التزم الإنسان فيها بشرع الله عز وجل وبالنية الصالحة ممكن تكون طريقة إلى الجنة. كل الطرق ميسر الجنة، وعشرات الطرق، عشرات المجالات، إدارة الأعمال، علم النفس، دراسة التاريخ، دراسة الجغرافيا وغيرها، سبحان الله كلها ممكن أن تكون إلى الجنة طريق. فالسؤال، ما هو الطريق الرئيسي الذي ستسلكه وتخدم به دينك ودنياك للوصول إلى الجنة؟ الذي عنده جواب واضح على هذا السؤال أرجو أن يكتبه في الكراسة. الذي ما عنده جواب، الدراسات تثبت أن سيكون ضائع، وكذلك الذي عنده يقول والله أنا أريد أخدم الإسلام ولا أخدم ديني ولا أخدم أمتي ولا بلدي ولا نفسي من خلال خمس مجالات. الدراسات تثبت أن الذي يتشتت في مجالات كثيرة لن ينتج إنتاج فعال، فأنا ما أريد عدة مجالات. أنا أعرف أنه فينا من يستطيع أن يخدم في عدة مجالات، لكن أنا هنا أريد أن أضغط عليكم لتختاروا مجالا واحدا فقط. الذي كتب جواب خير ونعمة، لكن الذي ما كتب جواب مثل الإنسان اللي ماشي لكن ما هو عارف أين الطريق. تخيل أنك ماشي في طريق سفر ووجدت واحد ماشي فتسأله وقد رأيت الشمس ساطعة على رأسه والعرق يتصبب منه تعبان، فتوقفت له رحمة وفتحت الشباك، العفو يا أخي تحب أوصلك؟ هي والله لا مانع. وين حضرتك رايح؟ فيأتيك الجواب العجيب، والله ما أدري وين رايح. هذا كيف ستساعده؟ يمكن هو الطريق الذي يريده وراءه، فكيف ستساعده؟ نعم، كثير من الناس يسير في الحياة لا يدري في أي اتجاه يريد أن يذهب، ما هو المجال الذي يريد أن يسير عليه ويحقق من خلاله ما يريد. إذا حاول الإنسان أن ينتج في كذا مجال في الغالب لن ينتج، وإذا لم يكن يعرف المجال في الغالب سيكون ضائعا، فإما الإنتاجات ستكون ضعيفة أو معدومة إلا إذا ركز الإنسان على مجال. وفي مثل أنه من يحاول أن يفعل كل شيء لن يتقن أي شيء. إذن حددي لنفسك مجالا، حدد يا أخي لنفسك مجالا واحدا. إذا لم تكن المسألة واضحة حتى الآن لا بأس، اتركوا هذا السؤال بدون إجابة، سنرجع له، سيكون فيما بعد أوضح، ودعونا نسأل أسئلة أخرى. لكن قبل أن ننطلق ونكمل في المسيرة أريد أن توقف الشريط الآن وتفكر في السؤال الأول، ما هو المجال الذي سأسير عليه وسأخدم فيه أهدافي؟ توقفوا بعد الكتابة، ارجعوا للشريط مرة أخرى. مرحبا بكم مرة أخرى وحياكم الله، أرجو أن تكونوا أجبتم على السؤال، إذا لم تكن أجبتم لا بأس، ستأتي مجموعة أسئلة تساعدكم، ودعونا نجيب على الأسئلة الأخرى سواء للذين كتبوا أو لم يكتبوا جوابا على السؤال، ستعين على بلورة الحياة وستعين على التأكد أن المجال الذي اخترناه هو فعلا المجال الذي يجب أن نسير فيه، لأن بعض الناس يمكن يكون كتب جواب خطأ، فمن أجل أن نتأكد أن الجواب سليم أو بالنسبة للذين لم يكتبوا الإجابة، في الحالتين نحن نحتاج الإجابة على مجموعة من الأسئلة. الآن أجيب على السؤال الثاني، ما هي اهتماماتي في الحياة؟ السؤال الثالث، ما هي أهم المبادئ التي أعيش وفقها؟ وأرجو أن لا تتوقفوا الآن بالشريط، وأرجو أن لا تكتبوا الآن، اصبروا قليلاً واسمعوا بعض الشرح والتعليق قبل أن تجيبوا على هذا السؤال. كثير من الناس يفترض أن هذا السؤال بديهي، لكن من تجربتي في تدريب الناس وجدت أن السؤال أصلا عند كثير من الناس مستغرب. بعض الناس يسألني يعني
كثير من الناس لما تسأل هذا السؤال ماذا تقصد؟ ماذا أقصد؟ ما هي المبادئ التي تعيش وفقها؟ ما هي المبادئ التي تلتزم بها؟ كيف تحيا حياتك؟ أؤكد لكم يا إخواني يا أخواتي أن أكثر الناس ما عنده إجابة واضحة على هذا السؤال، ويمكن أن يحتار عندما يحاول الإجابة على هذا السؤال. على فكرة إذا كنتم من هذا النوع الذين استغربوا السؤال فهذا طبيعي، لأنه رغم أنه السؤال بديهي لكن أكثر الناس ما فكروا فيه سابقا أو ما جوبهوا به سابقا، ولذلك ما في إجابة واضحة على السؤال. كثير من الناس لما كان صغير تلقى أهله سألوه ولا أصحابه ماذا تريد أن تكون لما تكبر، هذا سؤال يتكرر بين الناس. يعني نمسك الطفل الصغير، ها يا ولدي شو تحب تكون لما تكون كبير، فتأتيك إجابات مختلفة. لكن كم مرة سئلت أنت هذا السؤال وأنت صغير، ها يا ولدي ما هي المبادئ التي تحملها؟ يعني من يسأل هذا السؤال؟ وأحيانا يكبر الإنسان ويعيش عمره يمكن ما عمره أحد سأله ولا عمره هو فكر في هذا السؤال، ما هي المبادئ التي تعيش وفقها؟ دعونا نفكر أكثر في هذا السؤال قبل أن نجيب، دعونا نفكر ونبلور المسألة بشكل أعمق. وقبل أن نعمقها أنا أريد الآن أن تتوقفوا في الشريط مرة أخرى وتجيبوا على هذا السؤال. سنعود ونبلور هذه المعاني أكثر فيما بعد. خذوا قلما وافتحوا السؤال الثالث من الأسئلة التطبيقية، ما هي أهم المبادئ التي أعيش وفقها؟ اكتب 15 مبادئ، 20 مبدأ، اكتب مجموعة من المبادئ. توقفوا الآن وعودوا إلى الشريط بعد الكتابة.